صباحكم الله بالخير. يمكن أدلى سنابة 100 مرة. إحساس غريب لما أصور من سناب مو بسنابي، كأني داخل مجلس أسولف على ناس ما أعرفهم. زي ما قريتوا، اسمي عادل الرجب، خريج ماجستير إدارة أعمال من جامعة الفيصل عام 2012. بس القصة اللي بسولف لكم عنها اليوم بدأت قبل شوي. يوم كنا صغار أنا وأخوي طلال اللي أكبر مني، كنا في كل مناسبة جميلة أو فرصة تسمح نطلب من أبوي يودينا معرض رتوة للسيارات النادرة. كان عمري 9 سنوات، وكنت رايح مع أبوي معرض رتوة، وشفنا لامبورجيني وفيراري. اللامبورجيني كان مصنوع منها 150 سيارة، وإلى الآن أذكر رقمها بالضبط. في نفس اليوم مريت وشريت مجلة كان عليها الكفر اللامبورجيني هذه، قصيتها وحطيتها في دفتر عندي في البيت، وكتبت هذا حلم حياتي. ومن كثر ما حبيت اللامبورجيني قلت لأبوي خلنا نشتريها. قال عشان نشتريها، كان قيمتها 1,600,000، لازم نبيع البيت ونشتريها. قلت نبيع البيت ونعيش فيها. طبعا بعدها كبرنا وتخرجت من الثانوية ورحت بريطانيا درست لغة، ورجعت السعودية وكملت دبلوم وبكالوريوس إدارة أعمال إلين اشتغلت. في هذه الأثناء أخوي وصديقي وشريكي وحبيبي طلال قرر يمارس شغفه وراح دبي وبدأ يشتغل في بيع السيارات. أنا على فكرة قاعد أحاول أختصر قدر المستطاع، أولا لأن هذه ثاني مرة أسجل فيها السنابات المسحة الأولى، وثانيا لأني فيني نوم. طيب، في 2013 كنت أنا قضيت 5 سنوات في جامعة الفيصل وخلصت ماجستير، وأخوي طلال قرر يفتح معرض 7 في الرياض. هنا كانت نقطة تحول جديدة، قررنا نبدأ سوا، وقررنا أن يكون هذا معرض مميز للسيارات النادرة والرياضية. وطبعا البداية ما كانت سهلة، تطلبت سنوات من كسب الخبرة وبناء سمعة ممتازة وبناء علاقات قوية جدا. والحمد لله في 2015 معرض 7 كار لاونج صنف كأفضل معرض سيارات في العالم بفضل الله. قبل أن نفتح المعرض بأشهر أتوقع جاني اتصال من أخوي طلال قال لي خذ دفتر الشيكات وسطحة ورح لهذا الموقع. وصلت القصر كبير مرة، أعطيت الرجال الشيك وقال لي انزل استلم السيارة من تحت. أنا إلى الآن ما أدري شو السيارة. وين كانت المفاجأة؟ تذكرون يوم كان عمري 9 سنوات وشفت اللامبورجيني؟ هي نفسها، نفس رقم الهيكل، كانت تنتظرني تحت. أخذت السيارة ورحت للجراج، كان الوقت متأخر وقعدت لين الساعة 6 الصباح أغسل فيها عشان ترجع عروسة زي ما أذكرها. طيب، أنا ليش أسولف عليكم اليوم؟ أولا عشان أشارككم القصة، وثانيا عشان أشارككم بعض الفوائد اللي تعلمتها من التجربة في هذا المجال. زي ما أنتم عارفين Global Shapers مبادرة من منتدى الاقتصاد الدولي لصناعة 75 مليون رائد أعمال ومحاربة البطالة. في وجهة نظر البسيطة، الريادي مو بالضرورة يكون رائد أعمال، ممكن يكون ريادي في وظيفته ويكون مبدع فيها ويخلق آفاق جديدة لها. أما عشان تكون رائد أعمال فلازم تكون صاحب فكرة مميزة ومبدعة وتطبقها بطريقة مميزة وتخلق فرص عمل للمواطنين. طيب، نجي للسؤال الأهم، كيف أبدأ ريادة الأعمال وكيف أدخل هذا المجال، وهل ممكن أحول شغفي إلى تجارة؟ أنا دائما أشجع أن الواحد يحول شغفه إلى تجارة ومصدر رزق، ولكن مو بالضرورة، ممكن مصدر رزقك يتحول إلى شغفك. طيب، وش أنصح أي شخص يفكر يدخل ريادة الأعمال؟ تأكد أن العمر ما هو بمقياس، تقدر تبدأ في أي وقت. ثانيا، مهم جدا انك تعرف نقاط القوة عندك والضعف. مثلا انت محلل ماهر شاطر في التواصل مع الناس، وش نقاط؟ لا تخاف انك تشارك فكرتك مع اي احد، ما حد يسرق فكرتك، ولا تضيع وقتك في دراسة الجدوى، ضيع وقتك في دراسة السوق والوقت. كثير ناس اعرفهم سووا دراسات جدوى المشاريع واخذت منهم اشهر واحيانا سنوات، ويوم بدوا مشروعهم تغيرت ظروف السوق وفشل المشروع. قبل شوي قلنا ثالثا، الآن رابعا، تأكد من اختيار الشريك المناسب والفريق المناسب، هم اللي بيكونون سبب نجاحك وليس أنت لحالك. إذا كنت تعتقد أنك قائد وصاحب رؤية، أهم مسؤوليات القائد الاهتمام بفريق عمله وقيادته وليس الإدارة.
خامسا، تأكد من اختيار الفكرة المميزة الريادية المبدعة في الوقت المناسب للسوق المناسب. ياما أفكار مميزة فشلت لأنها جت بدري. سادسا، أنا مؤمن جدا أن إذا ببدأ شيء أبدأ شيء يكون قابل للنمو، يعني سكيلبل. بعطيكم مثال. صديق لي قال لي عندي فكرة عصير مجنون، أبغى أسوي له فود تراك عشان أبيعه. قلت له بدل ما تسويها سوي العصير وباع على كل الفود تراكس في السعودية. وبهذه الطريقة بدل ما يصير مصدر دخلك الفود تراك حقك بس، يصير مصدر دخلك كل الفود تراكس اللي في السعودية، تزيد مبيعاتهم وانت طبعا تقلع في المبيعات. في مثلث لو توفر في أي مشروع أعتقد بيكون ناجح: الفكرة المميزة، الفريق المميز، والسمعة القوية لصاحب المشروع. وعمرك لا تخلي الفلوس حاجز انك تبدأ المشروع. لو توفرت عندك هذه الثلاثة صدقني كل المستثمرين وكل اللي عندهم فلوس بيتمنون يكون شركاء معك. هذه أهم النقاط اللي كنت بقولها. آسف ما عندي قصة نجاح جميلة أقولها، وأعتقد أني ما زلت في أول 10% من تحقيق الحلم، ولكن حبيت أشارككم القصة. واللي أبغى أوصلكم إياه دائما خلوا أحلامكم قريبة منكم واشتغلوا عليها وبتتحقق. النقطة الثانية، إحنا اليوم في 2017، أعتقد أنه في كمية فرص وطفرة مقبلة المفروض كلنا نستفيد منها، لا تفوتكم. الفترة المقبلة تحتاج الكثير من الإيجابية، وأنك تحيط نفسك بناس إيجابيين متفائلين وتبتعد عن المتشائمين. أنا آسف أني ما قدرت أغطي كل النقاط اللي كانت في بالي، عشان لا تصير التغطية طويلة ومملة. أتمنى أنها تفيدكم ولو 1%. شكرا لجلوبال شيبرز، شكرا لخبر هب، وشكرا لوقتكم، وتصبحون على خير.